تمارين رياضية مختلفة تقوم بها هذه المرأة الحامل بمساعدة القابلة لتسهيل عملية الإنجاب في وحدة الإعداد للولادة، وحدة تم تدشينها أول الأسبوع للتكفل بالنساء الحوامل والإحاطة بهن على المستوى النفسي خلال فترة ما قبل الولادة وبعدها بقسم أمراض النساء بمستشفى شرنيكول بالعاصمة. الإنجاز هذا أولاً يأتي لتعزيز المكتسبات الصحية للمرأة بصفة عامة وللمرأة الحامل بصفة خاصة، بما أنه يوفر رعاية شاملة ومندمجة للمرأة الحامل، خاصة وإحنا قدام جيل جديد من النساء الحوامل اللي تتطلب حالتهم مرافقة قريبة على جميع المستويات. دونك الوحدة هذه تعتني بالمرافقة أثناء الحمل، إحاطة نفسية، التغذية، ونقوم بأنشطة تكوينية نظرية وتطبيقية. المعلومات اللي نعطيهم للنساء الحوامل تشمل الإحاطة ما قبل الولادة، التحضير للولادة، كما تشوفوا بحذاكم عندنا حتى طاولة الولادة، معناها لازم المرأة تكتشفش معناها وضعية الولادة، والإحاطة زادة تشمل بخلاف الولادة ما بعد الولادة، اللي هو التشجيع على الرضاعة الطبيعية، كيفاش ناخذوا كيفاش تلهى بصغير نتاعها. وللأزواج نصيب أيضا في الإحاطة والإعداد النفسي لاستقبال المولود الجديد. هنا كما شفتوا هنا عندنا قاعة محاضرات اللي نعيطوا فيها، نجموا نعملوا فيها جروب مجموعة من الآباء باش نعطيو لهم دي فيديو ولا ونصائح كيفاش لازم الأب يتقبل الحمل نتاع الزوجة نتاعو، خاطر ثم تغيرات نجم تأثر حتى على حياة الزوجية. وأخيرا بعد الولادة الرضيع هذاك المولود الجديد زاد هو حاجة جديدة في العائلة، ويلزم الأم تكون هي مستعدة، وكذلك الأب يلزم يكون مستعد باش لما يكون هناك انسجام وتفاهم بيناتهم باش نجموا بيبي هذاك يعيش في أحسن الظروف. وإلى جانب وحدة الإعداد للولادة الأولى من نوعها في القطاع العمومي، فقد تم إعادة تهيئة قسم التوليد وتعزيزه بقاعات ولادة جديدة وأخرى للعمليات مجهزة بأحدث التقنيات. ثلاثة قاعات عمليات مجهزة، معناتها تجهيز كامل، التجهيزات كلها جديدة، التجهيزات كلها زاد من ماركات باهي، كيف زاد صار معناتها في قاعتين ما بعد الولادة وما بعد العمليات اللي هما يقربوا برشا للإنعاش، برس كيما الإنعاش، خاطر وليدي فيهم تقريبا ستة أسرة، تبع عز منطقة الاستيعاب وحسن خصوصا معناتها لا كاليتي دو ترافاي، لا من ناحية السيكوريتي ولا من ناحية معناتها معناتها استقبال المرضى ولا الإقامة نتاعهم خير دون دي كونديسيون ميور، فهمتني؟ وهو بالطبيعة كي نحسن الحاجة فما حاجتين تحسن، المرضى معناتها الخدمات الصحية، مازال كيف الناس اللي تخدم في أكثر أريحية. هي مكاسب جديدة للمنظومة الصحية من شأنها الارتقاء بالخدمات التي يؤمنها القطاع العمومي، هذا القطاع الحيوي الذي يؤكد أهل الاختصاص ضرورة إيلائه الأهمية اللازمة لتلافي النقائص التي برزت خاصة خلال جائحة كورونا.